بسم الله. من أحرم بالحج مفردا وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة، وقيل له وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ، نعم. هل يعود عاصم؟ الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع، إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع، يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه، فلا بأس. فإذا كان هذا الرجل المفرد الذي قيل له اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يبقى نسلك، فلا حرج عليه. نعم.